احنا نعتبره اللي انه الفساد اصبح على راس الاولويات الوطنيه هو انتصار للهيئه وانتصار للمجتمع المدني وانتصار للحركه الحقوقيه وانتصار زاد كذلك الاعلام التونسي اللي ساند هذا التوجه ودفع في اتجاه انه وثيقه كارتاج اولا وبرنامج حكومه الوحده الوطنيه اعتبر أن مكافحة الفساد هي من الأولويات الوطنية. هذا مهم. فما عديد الإجراءات اللي كان يتعين عليها القيام بها في إطار مكافحة الفساد وتفعيل الفساد أو مكافحته كأولوية وطنية لم تقم بها وقامت ببعض الخطوات الأخرى. وعلى ضوء هذا يمكن تقييم الأداء الحكومي ومحاسبته. مسألة الإصلاح الإداري اللي هو مربض الفلسفة فيما يتعلق بالقضاء أو الحد من الفساد الإداري لم تشرع فيه الحكومة. الحكومة لم تتخذ كذلك القرارات التي يجب أن تتخذها فيما يتعلق بمسألة الصفقات العمومية. بار ولا سك بيه دي عجبتني دي. التهريب الكبير يتم للأسف عبر البوابات الحدودية الرسمية كما من رادس ولا بوابة راس جدير وإلا بعض البوابات الأخرى أو بعض المواني الأخرى أو حتى عن طريق المواني الجوية. وهذا يحيلنا للي كنت نحكي فيه في البداية مسألة المنظومة. منظومة الفساد هي التي تمكن بفضل بعض القوائم بفضل معنا بين قوسين بسبب خلينا نقوله بسبب بعض القوانين وبعض الممارسات الإدارية الخرقاء هي اللي تمكن الفاسدين من التسلل واستغلال هذه البوابات لتمرير بضاعتهم وبطبيعة الحال ممارسة معناها فسادهم. فيما يتعلق بالديوانة احنا دخلنا معاها منذ ديسمبر 2016 في شراكة وامضينا معها اتفاقية إطارية. مقتضى الاتفاقية هذه الإطارية هناك عمل لإصلاح المنظومة بالتعاون مع الإدارة العامة، هناك تنسيق فيما يتعلق بالتقصي والبحث في بعض الملفات وشبهات الفساد اللي تهم إطارات أو موظفين في الديوانة، والجهود هذه الكل أثمرت وهي بصدد أنها تحقيق نتائج إيجابية. لعل أبرز دليل على ذلك أنه الديوانة التونسية في تقريبا 6 أشهر الأخيرة تم مضاعفت مداخلها 7 مرات، ولكن هذا لا ينفي أن الديوانة لا تزال تعاني من إشكاليات اللي عندها علاقة بالفساد، وهناك ملفات سواء نحيل فيها نحن كهيئة أو ملفات تحيل فيها حتى الإدارة العامة للديوانة متعهد بها القضاء ومتعهد بها بطبيعة الحال السيد رئيس الحكومة. الحماية السياسية لا أعتقد ذلك، هي لوبيات موجودة ومركزة ولها باع وذراع، والدليل على ذلك أنه جزء أكبر منها هي نفس تقريبا اللوبيات التي كانت تمارس نفس النوع من الفساد قبل الثورة. وكيفية التحايل على الصفقات العمومية هو تقريبا نفس التكتيك ونفس الاستراتيجيات اللي كانت تعتمد قبل الثورة، وفي بعض الأحيان أو في غالب الأحيان المستفيدين هم أنفسهم. نحن مع كل خطوة تقوم بها الحكومة وغير الحكومة في إطار مكافحة الفساد هذا موقف مبدئي بقطع نظر على هذه الملفات وقطع نظر على الأشخاص وقطع نظر على الحيثيات إلى غير ذلك. لا يمكن أن نقبل مثلا أن يقتصر عملية الإيقافات على 8 ولا 4 ولا 9 أشخاص مثلا. لا يمكن أن نقبل أنه يقع الاقتصار على تفعيل قانون الطوارئ اللي بطبيعة الحال ديما هناك إشكاليات متعلقة به، ولكن يجب أن نقر من باب الأمانة أن الحكومة هذه الخطوات هذه اللي تم اتخاذها منها هي أول حكومة اتخذتها بعد الحكومات المتعاقبة.